وهامة مهمة. والخيران سيد المزعل خيران خور خورين المفتح والعبي وضبعية ضبعية فيها على قولتهم ضبع وطرود ما أدري أنا تاريخ في اللهم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم من هناك المناقيش شوية هذول كلهم ترى أتكلم عنهم الشيخ عبد الله قال أساميهم زين منطقة الفنطاس بحرها صحيح اشتهر إن في هيرات القوس كان مرخ كويتي عمير من الفنطاس وانت رايح جنوب شمال المايه خافطه خافطه حق الغواويس ليش لان الشط العرب يصب بالجون تلاحظ الحين لما تروح فيلك ولا شيء تشوف الماي لونه بني مو صافي الماي الصافي يبدا من الفنطاس وانت رايح جنوب عشان كذي الغوص كله جنوب ما في غوص شمال يعني الماي الحلو ياثر هي ماي حلو مع الماي المالح طين طين الماي دال خابطه الماي مرات نلاحظها لونها اخضر بعد اي ما تصير صافي روح الخيران انتهي بس توقف بالطراد تطالع تشوف القوه صح تشوف المحاب وانت فوق.